او بيانت الحين، الله اعلم. او بيانت الحين. اوه حلو الدبلي. لعيب لعيب. طيب السته بيروح اجنايت لانه متخلف، فبروح اجنايت مع ناسي ماتش، ونروح كونكر وكذا 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 وكذا، وضد ست لازم ذا بوم بليتنج. هذا رايي الشخصي يعني. المرات انا انتم عارفين ايام كثير انا نتها صح، بس احاول اني انا سيريوس مثلا اني ما افتح التوب مره يعني، اخلي التوب مفتوح. فجوه كبيره هنا شت. نعم مشكله حرفيا، ما هي مشكله. ليه؟ لان عرفت انا بدأ ايه، هذه انفو حلو لي يعني. بس البوم بليتنج بده يرجع ولا بوقته ما ادري. لو اني رميت كيو فلاش اتليست، او ما ابي اكل حتى يعني نتا. كنت هاف اتش بي هاف اتش بي يعني، دونت مايند يعني، ما اسوى شيء. شوف ساند بوشن ومن كلب تشيزر يعني. خذك بس حشرة. هو نسى نسى الحمار ان اللعب دون جنجل او ضيع منين ذا، بس قاعد اسوي اوكي. شامبيون يشيل ويف مره ببطء شنيع. ف لا اسوي ذا الشيء وبعدين وش اسوي هنا؟ نجرب الجدار كذا. خليت يصل. في ذا. اوكي شور بس صوت ورث. اوكي تخلف. خسر مرة كثير. ايه ما راح يلعب الجيم. نوت مايند. زعلان مرة، زعلان مرة. خص يعني يشوف الويف بعد. يعني اول شيء شايزني الرون هنا لانه ومعه سايلس كان يركض، فا اي كانت فايت ات يعني. يو ليشت. سو اي جت باي. انت. يبي يعلمني، يبي يعلمني. اه المتخلف ذا في حط النظارة النيرد دي، يقول شنو ليش وشو؟ اي ثينك يور ديد يعني. دوج دوج ام الكيو. ها ما راح ادمي كيو. مثل ما اوس ادمي كيو. اوبا اوبا سوى الكومبو. يا منتج ابت بس ما يهم. يا اخي يا اخي زباله بشكل مقزز. هو نفس الست اللي قبل جيم، مو الجيم اللي فات قبله نفس الشيء. لعب دون جنجل. ها انشل مرات كراش ويف توان لك يا اخي. اقسم بالله ذولي يا اخي وكلهم ماسترز اللي يقولون كذا. او ما ادري قد انا تسلس يس شوي ما يهم. مع جنجل اوبس نسيت اسوي كراش ويف 2 صح؟ يا
ما بعد هو صح يعني مره انت كبير مني. انا نسيت النقطه الديتيل البسيطه من الجناق اذا كنت توب ايرلي دائما يعني كل جيم ما في جنق يسوي كات بوت على الاقل ضدي يعني مباشره كذا هنا دقيقه 4 ساعه بس بقنك مت صح يا قنك مت سي ما يهم شكل ستوي يعلمك هو التوبنز بالماستر كلهم يلعبون مع جنجل فكذا الماستر اصعب من التالنجر بشكل عام دائما كذا وفي فترات اعلق الماستر من هالناحيه دي ليه؟ بالتالنجر لما تتكمبر لما يجيك انكات كذا الجهه الثانيه تفوز ليه الجنجل معك بشري فيسوي كروس ماب بلاي هنا لا هنا عادي تقنك فري ما تخسر ولا شيء الجهه الثانيه عادي تصير يعني او الغالب يعني مو بتصير هي والغالب I think I can 1v2 in this last game. If I drop me, I'll get him. هم النوع اللي إذا صار بيهند ما يعرف يلعب أبدا خلاص مخه يطفي وكذا حتى هد الجيم اللي فات كان هد وما يعرف يلعب بالاخير معي اوه نسيت البارت البسيط انه وشو لازم يضيفون شخص زياده اوه اقدر اسوي في 2 جيب الكارما خلينا نشوف في دايف بوت حلو يو تيك ات دونت مايند عادي كمبرني دام ان التيم حقي يجيب ليد جهه ثانيه اتس فاين الساوند افكت صح نسيت والله ذكرتني اليوم الجاي يلا زاد تكلود فودز ان هي رانز ترتب ال1 والله شو العيار دونت ثينك سو يا دونت ثينك سو الكتو فريزس يعني وهو من اللعيبه اللي بيانتون لما افرز عليه او بيانت الحين الله اعلم او بيانت الحين اوه حلو الدبليو بانك لعيب ما كان ينت كان معاه جنجل ماسي سي سفير صح بس يلا ما هي مشكلة هي الفكرة الحين وشو ناخذ البيت ذا نجيب اقوى ايتم باللعب اللي رابنس او يقدر بس السي اس مرة كثير طيب بانك هذا بس اوتا ثاني اوتا ثلاثة اي نرجع للبيزا اقدر اقعد هنا واذبحه جاب له بستة تسلسكي بس اذا ما جاب اتسنت دي المرة ما مشي علي، المرة رجع، توقعت ان بيأنت خلاص يتقبلها. بس ايه. اكبر جاي نجيب لك الحلو، تيم حقي مفجر بوت لين، المفروض كذا يصير. إذا التيم ضدك أرسلوا السبورت والجنجل كم مرة؟ مو مرة واحدة، السبورت جاء مرة واحدة بس الجنجل جاء كم مرة. المفروض الجهة الثانية تتفجر، وهذا اللي صار الجيم ذا فالمفروض الجيم ذا أوبن يعني. نوع سمع اللي أنت لابسه حقت أبل نفسه العادية. عشان كليد بي كونتر لا كليد ما كانت ست لا كليد ما كانت ست ابدا ماتش اب مره سكيل ماتش اب وشوي ست فيفرد اكثر من كليد بس هو انت ليفلون كليد ليفلون اقوى من ست ست يفوز على ليفلون اذا بدا ست ليفل بدا دبليو بروس زعل من الجيم ورجع توب بصبر شويتين الصراحه ما ادري من هنا او قد ينتو كذا علي او زعلان من فارس قد انت
ومعذور من حقه والله من حقه من حقه من حقه جاء ثري مان دايف على دقيقة من أربعة. وين تيم حقه؟ تيم حقه بالتوب سايد. هذه مرات أنا أسويها لما أسويها الناس يقول لي إكس ناين ومدري وشو. بروس بيسويها ما حد يتكلم عليه ليه؟ كده. ولد ذاتي هاد سبعين كذا. لا لا هم عارفين يخسرون، هم عارفين صدقين عارفين إنهم يخسرون الفيديو. بس فكت فانت هي. شوف كيف كيف أوبي. عشان كده لاتم حلوة كده. نصبر شويتين لين ما نع. كارما موجود هنا وست مع ار ومع اجنايت يعني بس نصبر شويتين هنا بعدين نروح. يروح جهه ثانيه هنا فوق. اوه وات عندي فكره ثانيه شكلها. شيلد كارما شيلد كارما اخر ثانيه يا تبر. انا غلطت المفروض ما ما اسوي شيء الجيم ذا لما اعرف وينهم كلهم. I think ذا نروح كذا وكذا وكذا. فرق اربع ليفلات. يب. ليه 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 خايف؟ ليه ليه؟ عادي امش ار اضغط ار. ولا هو مره قريدي للار حقته؟ يب هو مره قريدي. اوكي اوكي. بس مش مش الغريب الجيم ده انا زوي ما انت هو انت بس يعني مو زي قبل الجيم اللي فات فتح الجيم بالحاله. لو توريت انا مش سايبينك فهمت. يا اخي العالم قد كم بيرتوب يا اخي مو بدالين ان البوت هو يعني هو اللي يفوزك هو اللين. طبعا سيد راح اخلص. وش يبي ليش البنات الخرا دي اللي اسمعها يعني والله مدي. انا بحاول افجر الجهه الثانيه انت واضح التيم حقي لما يلعبون ايفن نمبرز يخسرون واضح من لعبة الجنجل حقي زبال مره مره. هو ما خلي جوست دييغو يحسب انه يعني تعرف دائما الناس اللي مسويه تخترع ذي الاشياء فيك شويه زباله. لازم يصير سبيشل لازم. ليه جوست ضد فاروس؟ ما ادري ليه؟ ما ادري ما بتعرفش. جوست يمكن كويس ضد تانك تشامبيونز كذا تانك تشامبيونز تلاحقهم تسوي تشيس. هنا كلهم سكوشيز الا ست يمكن. ايفن ست سكوشي له لما يجيب بوتر كل الخرابيط حقته. ف هذه كارما كانت تانكي شوي صح؟ عادة اذبح كارما اسرع كثير من كذا بس راح فول تانك ايتم. يا 400 اتش بي اتس فاين. عوافي. نايس تراي حبيبي. تي. طيب شو نجيب ثالث ايتم؟ اي بي دي دفنس صح؟ بس ضربنا سيدرا حلو على كذا مره. شفت الدمج اللي طلع مثلا على كارما ليه؟ ليه طلع اكثر؟ لان في مينيز جنبها. فكان رون سيدرا يشتغل على المينيز. شوف الدمج 1600. وهذا مو اساسه، اساس الايتم ان الستاتس يعطيك اياها كثيره. فلما تضرب ناس جنب بعض الفاليو حقتك تصير عاليه. اوي فايف لا. كانت. كلد مو 1 في يعني كلد اذا تفيد مو 1 في 5 تشامبيون لسه حتى لو صار مره اهد.
يشيل تشامبيون ويمشي شوي يمشي تشامبيون ثاني. ايتروكس هو اللي يشيل 1 في 5 اذا كان متفيد. ليه معي 7 ابيلتي هيست؟ اه جوردن كان كويس صح؟ اه 7 زياده عن 40 47 كذا طالعه غريبه. بس قبل ما تختفي عشان تضيع وقتي. لو اختفت بتضيع وقتي واحتمال انك تضيع فلاشي عشان الموضوع. بلاي موندو ما احس انه تانك ينصر بسرعه. موندو ما تحس انه تانك من اي ناحيه؟ كان عليه ايكون ست ولا انا غلطان؟ وات كم وات عليه ايكون ست يا عيال كان بالار حقته وانا غلطان؟ مو ار بي كان ار ست انا اتخيل قلت انه مات لان معاه ار ست فار ست ما تطلعك فجر نزل لي ار بي تك 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 جيجيز ايه كم اخذ سول ست خبصت اللعبة اه اوكي تستهبل عشان كذا